لا حقيقي يا سليم، أغمى عليها، حتى مش عارفة فوقها بالمية. طب اطلب الدكتورة بليز يا سليم. انت ايه بجد؟ مش قادر اصدق انت بتساعديها بعد كل اللي عملته فيكي. سليم ربنا موجود، وبعدين عايزني اسيبها وهي كده يعني؟ بالله عليك اطلب الدكتورة. طلب الدكتورة وجت نور في بالها، معقول فعلا تكون حامل؟ لا لا ان شاء الله، لا اكيد بتكذب. المدام فعلا حامل. عارفة يا دكتورة، انا لو عرفت انك بتكذبي انا هعمل فيكي ايه؟ وانا هكذب ليه يا سليم باشا؟ ممكن كمان تعرضها على اي دكتورة غيري، ودي الروشتة، تاخد العلاج ده بانتظام علشان البيبي. سلام عليكم. سليم معنى ايه الكلام اللي قالته الدكتورة ده يا سليم؟ يبقى ما هواش ابني. طب انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ طيب خايفة؟ انا ممكن اموت فيها يا سليم لو عرفت انك لمست واحدة تانية غيري. ما اقدرش اصلا، ولا في واحدة بتعجبني وبتعدل مزاجي غيرك انتي وبس يا نور عيني. بجد يا سولي؟ بجد يا قلب سولي. زيزي كانت متابعاهم وهي واقفة ورا الباب، بس شايفاهم وسمعاهم بوضوح. حبوا في بعض كمان وشبعوا من بعض على الآخر علشان اللي جاي. مفاجأة بقى، أنا هوريكو مين هي زيزي على أصولها. عند سليم في المكتب. مدحت، يعني إيه؟ تقصد إيه بكلامك ده؟ يا سليم ما ينفعش، صدقني لازم دليل ملموس. يعني أنا هكذب واتبلى عليها يعني هي والزفت أخوها؟ بص أنا صبرت عليك كتير ووثقت فيك، بس الظاهر كده إنك ما كنتش قد الثقة يا مدحت. صدقني كل ما نقول خلاص هانت بنرجع لورا درجة. أنا شكيت ليكون في حد تبعها معانا وبيبلغها بكل تحركاتنا وخططنا. حد؟ يا ابن ال... ايه عرفته؟ تقدر تمشي انت يا مدحت، بس تقدر تمشي يا مدحت. قلت نهايتكم قربت على ايدي يا زيزي، انت والزفت اخوكي اللي اسمه مهاب. انا مش بس عارف ان الواد مش ابني، لا ده انا متأكد، بس اخرتكم قربت وعلى ايدي كمان. نور نيمت ميرال وبجاد وطلعت الجناح، قعدت تفكر في علاقتها هي وسليم، ومرة واحدة ابتسمت بفرحة وحب، وخطرت على بالها فكرة ولازم تنفذها. سليم كان هيطلع الجناح، بس ابتسم بخبص وراح لزيزي، خبط ودخل، وهي في ثانية عملت نفسها نايمة. لا مش أنا، ماشي مش أنا، تمام أنا سليم الجبراوي يا روح أمك، فوقيلي كده وصحصحي إخلاصي. نعم، مش هتنيها تاني. الواد ده ابن مين؟ ابنك زيزي، لآخر مرة هقولها. والله ابنك، صدقني انت مش فاكر آخر مرة حصل ايه ما بيننا. و برق بعنيه وتنفس جامد وبصلها بنظرة اشمئزاز واحتكار في وقت واحد، لما قربت منه وبتحاول تغريه وبتعدل حمالات قميصها البيتي قدامه على أمل إنها تحقق اللي جواها، لكن خاب أملها ومشي من غير ما يديها أي اهتمام، وقفل الباب بعنف شديد وهو بيتوعد ليها وحاسس بالندم والذنب بياكلوا قلبه. عند نور. نور كانت عاملة كل الأكل اللي سليم بيحبه وحط ورود وشموع على الترابيزة. سليم أول ما طلع قرب منها بحب وقال إيه كل الحلاوة دي؟ الأكل تحفة بجد، جميل، ومسك إيديها وبسها. تسلم إيدك يا نور عيني، بجد عجبك؟ أنا مبسوطة قوي إنه عجبك، بس أنا لسه جعان. بسم الله ما شاء الله، ده انت خلصت طبقي وطبقك. ناقص تيجي تاكلني، تحب انزل اعمل لك تاني؟
شكلك بدأتي تفهمين يا نور. مش فاهمة حاجة، قصدي اني مش جعان من ده، انا جعان حاجة تانية. يا قليل الادب يا سافل. لسه زي ما انت يا نور مش هتتغيري، كفاية بقى كلام، وجي وقت الفعل. وما ادهاش فرصة تتكلم. انا مش بس بحبك، انا بعشقك يا نوري، بعشقك، وكل يوم بتأكد ان حبي ليكي عمره ما قل، بالعكس بيزيد يوم عن يوم. وانا بموت فيك يا قلب نورك. فضل يبصلها بشوق كبير، مش مصدق انها معاه وبين ايديه اخيرا. نور غمضت عيونها واستسلمت لي ثواني وبعد عنها. مالك يا حبيبي؟ حابب اقولك على حاجة الاول. انا اسف والله العظيم، ما كنتش في وعي، انا كنت شارب وكنت شايفها انت و... سليم حبيبي انا مش فاهمة حاجة، في ايه؟ انا خنتك يا نور. نعم انا خنتك يا نور. انت اكيد بتهزر صح؟ سليم بالله عليك بصلي، ما تسكتش كده، سكوتك بيقتلني، ارجوك بصلي. سليم ابعد كده وبصلي ارجوك. سليم لو ده هزار قول قول. ها سمعاك يا حبيبي، يلا قول بالله عليك ما تسكتش. سليم حبيبي عمره ما يعمل كده، ها انا متأكدة، بس بلاش هزار في الحاجات دي، انا قلبي وجعني، وانا حتى عارفة انك بتهزر وعمرك ما تعملها. للأسف صح، سامحيني يا نوري، والله العظيم ما كنتش في وعي وكنت شايفها انت و... ليه؟ ليه حرام عليك ليه؟ عملت فيك ايه علشان تكسرني بالطريقة دي؟ ليه؟ اسامحك؟ انت بتحلم، بتحلم يا سليم، حرام عليك، عمري ما هسامحك، عمري. اسف. اسف؟ اسف على ايه ولا ايه؟ انا استحملت المر وشفت العذاب الوان، عمري ما سمحت الراجل غيرك يقرب لي، عمري ما ضعفت ولا بصيت لحد غيرك، عمري ما خليته يلمسني ولا يقرب لي، مع ان ده حقه، بس كله علشانك انت، علشان لما تعرف الحقيقة في يوم اجري عليك وفرحك واقولك ان انا لسه ليك وهفضل ليك ومحدش لمسني غيرك. انما انت ما فكرتش فيا، ما فكرتش في مشاعري ولا في علاقتنا، كل اللي همك ترضي نفسك انما انا اتحرق صح؟ ما تقوليش كده، انت اهم حاجة في حياتي يا نوري، انا والله العظيم ما كانت في نيتي اقرب لها. وقربت لها يا سليم، لمستها يا سليم، لمستها. ليه؟ ليه تعمل فيا كده؟ ويا ترى مرة واحدة ولا ما صدقت؟ لا والله هي مرة واحدة واخر مرة. يا نور انا حاسس بيكي، ما تبعديش وشك، ما تبعديش وشك، بصيلي. طيب والله ما كنتش في وعي، كنت شايفها انتي وحاسس بيا. لا انت عمرك ما هتحس بيا ولا بالنار اللي جوايا. سامحيني يا نور. عايزني اسامحك؟ ايوه. طيب لو انت كنت مكاني ودخلت ولقيتني في حضن واحد تاني وقلت لك اسفه يا سليم، فكرت انت سامحني؟ نور انت اتجننتي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ شفت وجعتك ازاي؟ وده حتى كلام مش حقيقي، ما بالك انا وهو حقيقي يا سليم. ما قلتلك ما كنتش في وعي، شفتها انتي، لمستها مش بإرادتي. ايه؟ انا بس حبيت اعرفك وما خبيش عنك حاجة. نور بصاله كتير وبتعيط، ومرة واحدة لقت نفسها في حضنه وشايلها. لو سمحت نزلني. طب اعمل ايه يرضيكي؟ رفع ايده ومسح لها دموعها وقرب بسها بحب. ما تبكيش، دموعك بتجرح قلبي.
احكي لي، هي احسن مني؟ طيب هي اجمل مني؟ طب عملت معاها زي ما بتعمل معايا؟ بتفضل تتغزل فيها؟ طب هي بترضيك احسن مني؟ سليم بجد مرة واحدة ولا كتير؟ طب انت ازاي شفتها انا وازاي مش في وعيك؟ بجد يا سليم ما كانش بإرادتك؟ والله العظيم ما كان بإرادتي، انا كنت قاعد في مكتبي بشتغل على الصفقة الجديدة وطلبت قهوة من الدادة، وبعدين لقيتها دخلت لي ومعاها القهوة. بعدها على طول حسيت بصداع وتشويش، طلعت الجناح واخدت مسكن، وفجأة لقيتك قاعدة على السرير، ما صدقتش نفسي، ومن بعدها ما حسيتش بحاجة تاني. يوم ما صحيت لقيتها جنبي من يومها وانا ما بحتكش بيها خالص، وجوزنا على ورق بس لحد ما اللي في بالي يحصل. اكيد حطيت لك حاجة في العصير. بس هي حامل منك. لا انا متأكد انه مش ابني. بجد يا سليم؟ بتتكلم بجد؟ بجد يا عيون سليم وقلبه. ها مسامحاني؟ وانا يا ستي هثبتلك انه مش ابني ولا اللي حصل بإرادتي. صدق يا سليم؟ صدق يا قلب سليم، بس بجد انا زعلت من كلامك، وحتى لو كلام بس مش حقيقي حسيت بروحي بتتسحب مني من حبي فيك. وانا بعشقك يا نور عيني. هو انت لسه زعلان من كلامي؟ ايوه. لا ما تزعلش مني. لا انا زعلان. طيب اصالحك ازاي؟ نكمل الليله يوم تاني عشان انا زعلت. زعلتي؟ هو انا قلت حاجه زعلتك؟ زعلتي؟ لا ما ينفعش وانا موجود. وهنا جه دوري بقى. سليم بقى ده انت بارد، انا اتخضيت. سلامتك من الخضة يا قلب سليم. سليم بتعمل ايه؟ اهدي خلاص وانسي كل حاجة، اهم حاجة اننا مع بعض واستمتعي بده. سليم انا مكسوفة. من ايه يا نوري؟ هي اول مرة؟ والله مكسوفة قوي. طب تعالي. على فين؟ هنرقص. وحط ايده على وسطها وهي سندت راسها في حضنه. انا بحبك قوي وانا بعشقك. سليم انا مش عايزة نفترق ابدا، قلبي عايزك معاه على طول. ما تسيبنيش. عمري يا نوري، عمري. نور سكتت بكسوف وهي شايفاه بيشيل حمالات الفستان بتاعها، حبست أنفاسها وهي شايفاه بيبوسها في كل مكان. غمضي عينك واستمتعي باللحظة يا نور عيني. حاضر يا حبيبي.